تمرير لحسن راز، كرة عرضية، إبعاد، وحسين علي يحاول، وصلت لمحمد قاسم، عالية الكرة، محمد داوود جول لمنتخبنا، حلوة لداوود، حلوة للبديل الناجح محمد داوود. داوود 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 يأتي بالتعادل لمنتخبنا الوطني. برافو لمحمد داوود، برافو لمحمد داوود. الرأسية الماضية مرت ولكن هذه ما مرت، هذه ما مرت، ما مرت على داوود، وبالتالي محمد داوود يسجل هدف التعادل لمنتخبنا الوطني من رأسية رائعة يكتفي حارس المرمى سليمان عبد الغفور بالنظر للكرة، وبالتالي برافو 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 لمحمد داوود. هدف التعادل، هدف التعادل لمنتخبنا. هنا محمد داوود يرتقي 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 على مستوى كبير، شوف العرضية من محمد قاسم، وبالتالي الرأسية من محمد داوود، وهدف التعادل لمنتخبنا. الله 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 على الرأسية، الله على الرأسية على يمين حارس المرمى سليمان عبد الغفور، والتعادل يأتي لمنتخبنا عن طريق هذا اللاعب محمد داوود البديل الناجح. شوف البديل الناجح.